حاسة إنك مشتاقتي له؟ ولا بس عم تفكري بالمشاكل اللي عشتيها معه؟ أنت شو عم تحسي؟ شري؟ شري ستي بدها أنا آسفة، رايحة أشوف شو في شغل بالمطبخ وراجعة لعندكم. جنفي استني، ما في شي نخبي عنك. بصراحة أنا كنت متضايقة ومزعوجة وجيت لفضفض لشري. طيب ممكن تجاوبيني بصراحة، انت حابة انك ترجعي تتواصلي معه؟ حابة ترجعي تشوفي؟ شري انا ما عم فكر اني ارجع اعيش معه ابدا، بس انا ما عم اطلب منك ترجعي تعيشي معه، ما كان هيك قصدي. حاولي تشوفي مرة واحدة بس، مو اكتر من هيك اذا ما بتتضايقي. ليك شري أنا ماني عارفانة شو بدي. نحن كلياتنا كنا عايشين بعاد عن زواجنا وتأقلمنا مع هذا الوضع، وكنا نسلي حالنا دائما مش عم نحس بالوحدة، بس هلأ شريو تغير وضعه وكمان نارمادة ورجعوا يعيشوا مع زواجهم من أول وجديد. وبصراحة أنا وقت عم شوفهم مبسوطين عم غار، أنا بعرف هالشي غلط بس مو قدرانة سيطر على حالي بنوب. عمتي اهدي، برأيي ما في داعي تتوتري أبدا. معلش عمتي أنا بشوف إنه نحكي بهذا الموضوع بعدين، اهدي لحتى تشوفي شو بدك تساوي. وبلكي ما قدرت آخذ قراري. تعرف مو حابة أترك هذا البيت نهائيا. عمتي أنا ما بحس بالأمان غير بهذا البيت. مفهوم. عمتي كفيري إذا بتسمحي لي ممكن أتدخل بالموضوع؟ أنا من رأيي شري صدقيني عمتي، يعني ما حدا عم يطلب منك تتركي البيت وتروحي تعيشي معه أبدا، المهم إنك تعرفي حالك إذا كنتي حابة تشوفي. ممكن إنك تكوني بحاجة لحدا يكون موجود معك ويساعدك دائماً. قصدي إنه الوحدة عمتي ممكن تخليكي متوترة دائماً ومو مرتاحة بحياتك أبداً. روقي مشان تفكري. مزبوط اللي عم تقولي. شكراً إلك. رح فكر بالقصة ومنرجع منحكي بعدين. ماشي. شكرا. خالتي سارو طلعي هون. اسمك ايه؟ خلينا نشوف التفاصيل. 40 سنة، موظف بشركة عالمية، عنده وظيفة محترمة. طيب مو مشكلة، في عنا خيارات كتيرة. يا ربي دخيلك أنا لاقي. شو رأيك بهاد؟ عمره 45 سنة، حلو مو حلو، وفي عنده شغل خاص. طيب ماشي ولا يهمك، نشوف اللي بعده. هاد شخصية كتير بيشتغل بالتمثيل على فكرة. معك حق، ما بدنا ممثلين ابدا، شو بدنا بهالقصه هي؟ في هاد شوفي شكله جدي على فكره، كان شرطي بالزمانات. خالتي والله لطيف. طيب يا رب اذا بدك بنرجع منشوفهم بعدين. خالتي شكلك مانك قدرانه تحكي هلا، منشوفهم بعدين خلص. خلاص ليكي أنا رح أرجع أدعي بعدين، هالموضوع مهم كمان، خلينا نكمل. طيب شو رأيك بهاد؟ شو هالمنظر؟ أسمر كتير.
خالتي مو مهم لون البشرة برأيي. جنفي لبق تشغلي بالك فيها، هالبنت شكلها ما رح تتجوز طول حياتها، مو ملاحظة قديش شايفة حالها؟ لا وما بيعجبها العجب كمان. شو قصدك؟ بدك يعني اتجوز واحد حتى لو ما كان عاجبني يعني؟ شو هالحكي هاد؟ اختي انتي كبرتي وما عدتي صغيرة، لازم تتنازلي بالمواصفات. لا اختي، انا اذا تنازلت بشغلات قبل الزواج بيصير العريس يستوطي حياتي بعد الزواج. يعني هلا اذا تجوزتي واحد اسمر بتكوني عم تتنازلي حضرتك؟ حقي اختار عزوقي، هن بدوروا على المرة الحلوة، ليش حتى ما دور على رجال يكون حلو كمان؟ لحظة بس، ما في داعي نتخانق مشان هالموضوع. جنفي ما في اي فايدة، رح تضل تطالع لك فيهن عيوب، هالبنت مستحيل انها تتجوز الا ليجيها شاب تفصيله على كيفها. ايه وين المشكلة يعني؟ أكيد الله ما بينساني ورح يبعث لي شب على كيفي، لأني أنا حلوة وبستاهل كل خير. طيب شوفي هاد، هالشب رح يزبط معك أكيد خالتي. شكله كأنه متدين مثلك، والواضح من صفحته أنه شخص كتير ملتزم على فكرة. يه عن جد؟ إيه هو كاتب أنه وقته كله بيقضيه بالأدعية ومو فاضي يرد على حدا. بس هالشي مو معيار لتختاره جنفي. إيه مزبوط، ما بيمشي حاله معه. بلا بيمشي. شو قلتي؟ بلا بيزبط معي بصراحة. هالشب عجبني كتير. خالتي ساروش بك على مهلك، أنتي عم تحكي عن هالزلمة كأنك بتعرفيه، تعرفي عليه بالأول. سارو هلأ معقول هالشاب عجبك؟ لك ما في براسه ولا شعره. اي طبعاً، لأنه الأذكياء بيكونوا صلعان دائماً، يعني هاد دليل على الذكاء. ها اختي شوفي كرشه شو كبير شبكي. تعرفي شو معنات هالشي؟ إنه هو مقضي وقته كله بالدعاء بمكان واحد وما بيتحرك أبداً، لهيك مربي هاد الكرش. طلعي على أسنانه دافشين لبرا. وأنا شو بدي بهالقصة هاي يعني؟ المهم عجبني لأنه ملتزم وذكي. جنفي بعتي له وقولي له أني معجبة فيه. خالتي سارو أنت عن جد عم تحكي؟ إيه والله. لا أنت عن جد جنيتي؟ يعني معقول حبيتيه بدون ما تشوفيه حتى؟ خلص نار مادة لا تخجليني. بصراحة هالشب كتير عجبني يا جماعة. خالتي سارو ثواني بس، مو حاسة حالك انك تسرعت شوي برأيك؟ لا ابدا ما تسرعت، هو كتير عجبني. يا جماعة انا كتير تأخرت. جنفي ايه؟ جنفي انا تأخرت. هاتي من ايدك، يلا يلا هاتي بسرعة لشو طلع رح عبيك. يلا على السريع تأخرت. يا ربي تجهلني. واخيرا انا لقيت عريس. شو؟ بلا شوفه بالاول. الدعاء أهم شي بحياتي. شري أنا ما دخلني بالموضوع. معقول؟ شوفوا ما أحلى، أنا بحياتي ما شفت شب وسيم. ما بعرف شو عجبته هيك جاذبية من قبل شري. أي والله أنت شفتيه؟ يا ربي أنا كنت عم بستناه من زمان وهلا لحتى دخلتي فيه. يا ربي دخيل. بدنا نتجوز على عيني. أنا قلت لها يا أبني بس هي حبته. شوفي شلون سمين وأصلا.